يا صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا، وهلا وصلنا لأولى فقراتنا لليوم وهي الفقرة الطبية لنحكي فيها عن المرأة الحامل وكيف هي لازم تعتني بصحتها وشو المخاطر اللي ممكن تتعرض لها من خلال النزوف اللي ممكن يحدث معها. قديش مهم اليوم المرأة الحامل وخصوصا بالأشهر الأولى تحمي حالها من كتير تفاصيل ولازم تنتبه لها يا هايدي. أكيد ليلى، موضوعنا كتير حساس، ومثل ما ذكرتي خلال الأشهر الثلاثة الأولى تماما. لازم يكون في اهتمام كبير، في رعاية في من كل النواحي، كانت نفسيا جسديا صحيا غذائيا. اليوم يمكن هذا الموضوع بسبب كثير قلق للمرأة الحامل، بتقول يا ترى انا ممكن هذا الشيء يسبب لي اجهاض، ممكن يصير في تشوهات بالجنين، ممكن ياثر علي صحيا. اكيد اليوم لنطمئنكم اكثر، اكيد اذا كانت الحاله خفيفه فبالتالي اليوم ممكن يولدوا الاطفال اصحاء، لكن بالاستشاره وبالرجوع اكيد مباشره للطبيب كرمال السلامه اكثر. نعرف تفاصيل مشاهدينا مع ضيفتنا يلي نورتنا وصارت ضمن الاستوديو، الدكتورة ريم زيتون اختصاصية جراحة نسائية وتوليد. صباح الخير دكتورة. صباح النور، صباحكم، هلا فيكم. يسعد صباحك دكتورة، اهلا وسهلا فيكي. يعني دائما الاشهر الاولى من الحمل دائما السيدات بخافوا بهي النقاط اللي كيف هن ممكن ينتبهوا على حالهم على صحتهم، واي شيء ممكن انه اليوم يصير معهم هن بيكون نقطة خوف لهم. بداية خلينا نحكي عن الحالة الطبية للمرأة الحامل خلال الأشهر الأولى. هلأ الأشهر الأولى هي الأشهر الحساسة عند المرأة الحامل، هي اللي بتكثر فيها الشكايات عند المرأة الحامل وبتراجع فورا خلال الأطباء. الشكايات معظمها بتركز حول الغثيان، الأقياء، الدوخة الصباحية، الصداع، هبوط السكر، هبوط الضغط، نزوف أشهر الحمل الأولى، هي أكثر شيء. هاي الامور اكثر بتصير بصاحب الثلث الاول من الحمل، يعني اول ثلاث شهور، فلذلك المريضه بتكون هون كثير حساسه وكثير مهتمه بالحمل بسبب الاعراض المرافقه بالثلث الاول للحمل، اول كم شهر بالحمل. طيب اليوم دكتوره اكيد عندنا في اشكال عديده للنزوفات اللي ممكن تتعرض للمراه خلال فتره الحمل، خلينا نعدد هي الانواع ونعرف ايمت ممكن تكون خفيفه ايمت ممكن تكون خطيره. تمام، هلا نزوف الاشهر الحمل الاولى بترافق تقريبا 20 ل 30% من نسبه الحمول. فطبعا هي امر جدي، نحن بناخذه على محمل الجديه. اي نزف طارئ بصير فورا بنخبر المريضه ما تسكت عنه. هو امر ناخذه على محمل الجديه، صح ما بشكل نسبه خطوره دائما، لكن هو امر جدي لازم تراجع خلاله وتاخذ الاستشاره الطبيه اللازمه واجراء الفحوصات اللازمه. طبعا اسباب النزوف الحمليه بالاشهر الاولى كثيره. في عنا اسباب عاديه طبيعيه مثل نزوف التعشيش. نزوف التعشيش هي بتكون على شكل بقع، نزوف بسيطه بتصير بعد 10 ل 14 يوم من الخصاب، بتكون بقع بقعتين ما بتستمر اكثر من يومين، صاحبة الم بسيطه. هي النزوف العاديه. في بس النزوف اللي نحن بنخاف منها نزوف الاسباب مرضيه، نزوف التهديد بالاجهاض، نزوف الحمل الهاجر، نزوف الامراض الجنسيه او امراض الطرق التناسليه. تمام، هي انواع كلياتها. وطبعا نحن خلال مراجعه المريضه واخذ استشاره طبيه نحن بنحدد شو السبب ونعطي الاستشاره اللازمه وطرق الوقايه. تمام، حضرتك ذكرتي هدول الاسباب، لكن اليوم اذا بدنا نرجع يمكن للاسباب من الناحيه الصحيه او الجسديه، او هل اليوم يمكن في اعمار معينه ممكن انه الحمل، في صبايا بيتزوجوا بعمر صغير او عمر مثلا متاخر، هل هذا الشيء له دور؟ او ممكن هدول الاجهاضات، اذا بدنا نروح لموضوع الاجهاض هلا كمان بنحكي فيه، انه ممكن كمان الزواج المبكر يمكن له علاقه بهدول القصص ولا ما دخل، او في حاله صحيه معينه عند المراه الحامل؟ هلا الزواج بعمر محدد، هلا احنا بنقول اطراف الحمل باطراف الاعمار، يعني اعمار مبكره والاعمار المتاخره نفس المخاطر تقريبا. يعني العمر الست العمر كبير والست كثير صغيره تزوجت، هدول الخطوره عندهم نفس الشيء تقريبا. احنا التنتين كثير بننبه عليهم، ناكد عليهم على المتابعه والاهتمام بادق التفاصيل ببدايه حملهم. تمام، الزواج المبكر اكيد بتراجع فيه المريضه ومنأكد على موضوع المتابعه الجديه. طيب خلينا نروح لموضوع العلاج، رحله العلاج اليوم نحن بنقدر نبداها خلال ادويه ام لا نحن مباشره ممكن نلجا للجراحه دكتوره؟ هلا العلاج بيختلف حسب السبب طبعا، لان احنا عددنا ثلاث اربع اسباب للنزوف الحمليه.
فالعلاج بيعتمد على السبب. إذا كان السبب بسيط فنحن بنعتمد على راحة بالبيت، شوية سوائل دافية، تبعد عن الستريس، تبعد عن التدخين، يومين ثلاثة إن شاء الله أمور بتصير تمام مع المتابعة. أما في حال النزوف الشديدة هون ممكن نضطر بصراحة لقبول المشفى مع المراقبة ضمن المشفى. أما الجراحات إذا كان النزف ما استمر أو صار خلاص يعني محتم نزوله، فهون نضطر لإجراء إجهاض كورتاج. أما في حالة الحمل الهاجر، نحن إذا شخصنا لما راجعتنا المريضة بقصة النزف وشخصنا حمل هاجر، هون أكيد بدنا نضطر نلجأ للجراحة حسب معطيات الحمل، يعني في مستوى محدد من هرمون الحملي، نسبة عمر الحمل اللي راجعتنا فيه المريضة، ممكن نضطر لإعطاء أدوية نقطع الحمل الهاجر من دون فتح بطن، من دون جراحة. بس في حالات محددة لا، الجراحة هو الحل الوحيد بصراحة. تمام. طب نحن بنسمع او نشوف في سيدات انه بيستمر معهم هذا النزوف يمكن للشهر الخامس او السادس، ممكن تكون احيانا حالات بسيطه وممكن احيانا تكون حالات شديده وبيستمر هذا الشيء. لكن اليوم في حال استمر هالشيء وضل الجنين يعني بعد الولاده، ممكن هذا الشيء ياثر على الجنين؟ هلا معظم الستات اللي بتصيبهم النزوف باشهر الحمل الاولى بصراحه بينجبوا اطفال اصحاء، يعني ما بياثر على الجنين ابدا هذا النزف، عرفتي شلون؟ بس في نسبة ممكن يصير معهم إجهاض ومضطر. بس بالنسبة للجنين ما له أي تأثير؟ لا الجنين أبدا، حتى لو استمر لأشهر متأخرة، حتى لو استمر. هلأ النزوف بتصير بين أسبوع الأول ل 12، هي أكثر فترة بصير فيها النزوف الأشهر الأولى بين أسبوع 1 و 12 حملي. فمعظم الأستات اللي بصير معهم هاي النزوف يعني الأغلبية بينجبوا أطفال أصحاء، ما بصير معهم أي شيء أبدا، والباقي أغلب بفقدوا الحمل، بس المعظم 90%. طب بالنسبة اللي بتتكرر معهم هاي الحالة مثلا بين أول ولد وثاني ولد، إنه هنن هاي الحالة دائما بتكررها معهم، في أشياء ممكن إنه هنن يعملوها في حالة مثلا قبل إنه الحمل أو بالبداية فورا إنه هنن يكونوا متداركين هالموضوع؟ هلا طبعا في كثير اشياء بتسبب النزوف، نحن بننصح المريضه تتجنبها، ولما بتجينا بقصه نزف بنعطيها هاي التعليمات او هاي الملاحظات كونه هي هاي القصه متكرره مع قبل. صحيح صحيح. هلا الستريس عامل نفسي بيلعب دور، العمل الشاق اذا الست الحامل هي عملها مجهد، عمل الشاق فينا نقول، تدخين، الكحول، فينا نقول كمان نقص الفيتامينات، العادات غير الصحيه، الطعام غير الصحي، هي كلها بتلعب دور بتفاصيلهم. طيب أكثر. خلينا نحكي اكثر اليوم الموضوع ده، لازم نحن ما نستهين فيه ابدا. كل مرأة حامل اليوم وقت يصير في نزيف هي لا خلص لازم تتوجه للطبيب، في مواعيد معينه لحتى نشوف اليوم الطبيب؟ خلينا نوضح الموضوع. هلا شوفي، قلت لك النزف هو امر مود شرط دائما يكون خطير، بس هو ناخده على محمل الجديه. تمام. فاي بقع دم بدها تشوفها الحامل لازم فورا تراجع فيها الطبيب. تمام. احيانا هو قلت لك النسبه الاعظميه ما بتكون خطره، بس في نسبه خطوره لازم تكون المريضه واعيه انه في نسبه خطوره ممكن تودي بحياته وحياه الطفل او الجنين. فلازم خلال اكيد اي شيء مو صح تراجع فيه الطبيب. نحن بنعمل استقصاءات اللازمه من ايكو لتحاليل لكذا. لا، مراجعة الطبيب كثير مهمة وضرورية. يمكن هلا كثير انه بيروحوا لعند طبيب وكذا، لكن في يمكن شوي في بعض الاشخاص انه عندهم هي العادة، احيانا بتكون الام او الحماي انه نحن كنا نحمل ونولد ما نروح لعند طبيب، يمكن بتكون الزيارات مختصرة بين اول شهر ليقرب موعد الولادة. خلينا نحكي عن هي الحالة، قديش هي مهمة مراجعة الطبيب، وكل ايمت المرأة الحامل لو ما كان في عندها مشاكل لكن زيارة الطبيب قديش هي ضرورية بين فترة وفترة؟ هلا زيارة الطبيب طبعا مهمة. أول شيء بدي أطمن على صحة الجنين، نموه مشان نقص النمو الأجنة داخل الرحم، أي تشوهات ضمن الجنين، نحن كمان إذا شفنا أي ملاحظة ممكن نطلب إيكو رباعي، استقصاءات الدموية، تحاليل المطلوبة كلها هي مكتشفة خلال الحمل. فيعني اي مريضه ما بتراجع بشكل منتظم او ما بتتابع بالاستقصاءات الضروريه ما بتعرف شو المشاكل الموجوده، ما بتعرف ممكن شو المشاكل،
بترافقها اثناء الولاده. عرفتي كيف؟ لك ليش نسبه الوفيات نحن بالاجنه والامهات كانت سابقا عاليه، اما حاليا اقل بكثير بسبب اهتمام الامهات. اغلبهم يعني صاروا حاليا بيتابعوا حتى صاروا يروحوا للايكول، شو بيقولوا الرباعي تماما، انه ليتاكدوا اذا الجنين فيه اي تشوه كمان. هذا الشيء كثير مشان اتخاذ اجراء المناسب فور الولاده. صحيح صحيح، هي نسبه الوعي العاليه صارت عند الامهات الحمد لله نسبه منيحه يعني. فبنقول لهم لا، ما ابدا ما يهملوا ابو، اتركوا المتابعه. تمام. طيب كلنا بنعرف انه النزيف هو مشكله صحيه شائعه اليوم عند المراه الحامل، لكن ايمت ممكن يكون هذا النزيف طبيعي؟ في عندنا دلالات معينه نعرف انه هذا الشيء عادي ما بيخوف ابدا؟ بنقدر اليوم دكتوره نفرق بين النزيف والاجهاض كرمال نوعي اكثر السيده بهذا الموضوع؟ هلا النزيف ما في شيء اسمه دم حاله طبيعيه، هو الدم دائما حاله غير طبيعيه، مجرد وجود دم فهو في حاله مو صح يعني، لازم تراجع خلالها. بس نحن خلال مراجعات المريضة بقصة النزف فهون نحن منطمنة أما أنه شيء سليم، نزف خارجي ما بيخوف، يفضل فقط المتابعة مع شوية تعليمات بنعطيها للحامل، أو من إلا هون في مشكلة نحن عنا شك بقصة محددة مثل حمل هاجر، مثل آفة لا سمح الله ورمية، آفة التهابية بعنق الرحم، بخلال الفحص طبعا نحن عم نحكي. فهون إلا نعمل اللي لازم طبعا. فغير هيك إذا كان لقيناه طبيعي وأمور بخير بنخليها بس فقط على التحاليل المطلوبة مع المتابعة، فترات نحن بنحدد لإياها تراجع خلالها، أما الباقي لأ بناخذ الإجراء المناسب. تمام. خلينا نرجع لموضوع العناية من ناحية الأكل والشرب. كتير في أكلات، في مشروبات يمكن هي حظر على المرأة الحامل خصوصا بالشهر الأول، خلينا نحكي شوي عن هدول القصص. هلأ اكيد في شغلات كتير نحن مننبهها عليها بالأشهر الأولى من الحمل، هي ممكن تكون حامية شوي يعني. المشروبات مثلا الغازية، مشروبات القهوة، المنبهات كتير إلا تخفف منها على الآخر. مشروبات الغازية مو غير مؤذية للجنين لكن بتعمل ممكن هشاشة عظام لإلها وكذا وهيك. التدخين، إلا تكتر فيتامينات يعني فواكه، فواكه غنية فيتامين ألف مثل المشمش، المانجا، البرتقان، حمض الفوليك نحن من إلها نعطيه فيتامينات لازم ضروري تأخذهم الحامل عن طريق طبيب طبعاً يعني. طبعاً هي طبعاً لهم فترة معينة ضمن الحمل ولا بيستمروا مع على الشهور الأخيرة؟ طول الحمل بنعطي فيتامينات متنوعة، بس أول 3 شهور نحن بنركز على حمض الفوليك، والأشهر الباقية بنركز على باقي الفيتامينات. أول 3 شهور مهم جداً حمض الفوليك للوقاية من تشوهات الأجنة، دعم الجهاز المناعي عند الأنثى، فمنركز عليه بالإضافة لفيتامين سي. تمام. دكتورة شو الأخطاء الشائعة اللي بتشوفيها اليوم بيمارسوها السيدات الحوامل اليوم في حال حدوث نزيف؟ الأكثر شيء أخطاء بلاحظة الإهمال. صراحة الإهمال يعني هن ما بيجوا إلا ليكون الوضع كتير ساء عندهم، أو صارت المرحلة إنه ما بقى فينا نداركها نحن كأطباء بصراحة. شلون؟ هذا أكثر شيء نحن بنلاحظه. تمام. إذا بدنا نرجع شوي ونحكي هيك عن الحالة النفسية للمرأة الحامل، التوتر، هل هذا الشيء كمان ممكن يعرضها لنزوفات بالأشهر الأولى ويأثر كمان على صحة الجنين؟ طبعاً أنا ذكرت طبعاً العامل النفسي كتير مهم بصحة الحامل والجنين. فأي إجهاد أو توتر نفسي ممكن يؤدي لإجهاض، لأنه هو عامل بيساوي تشنج يعني، فهو من عوامل الخطورة طبعاً. الحمل خاصة أول 3 شهور بالحمل. هي الأشهر الحساسة يعني. تمام. في كثير من السيدات بيمارسوا الرياضة هم متعودين عليها من قبل الحمل، بيضلوا فترة الحمل يعني، حتى لو قال لهم الطبيب أنه لا أنه تديروا بالكم أنه إحنا بنلعب تمارين خفيفة كمان، خلينا نحكي على هي الناحية. وإيمت لازم المرأة الحامل تمارس الرياضة لحتى تكون ما تعرض حالها للخطر؟ هلأ الرياضة حلوة وفيها الحامل تمارسها بشكل طبيعي طبعا بدون ما تأثر على حملها، بس بشرط انه ما في مضاعفات حمليه مثل نزوف الحمل. هلا مجرد اي مضاعفات حمليه موجوده نحن ما بنخليها تمارس اي نوع من الرياضه حتى لو خفيفه بصراحه. اما لما ما بيكون في مضاعفات حمليه اكيد مارس رياضه خفيفه ما في مشكله، من دون حتى لو كان بالاشهر الاولى حتى بالاشهر الاولى، بس ما تكون شاقه مثل حمل اثقال ومجهده يعني، رياضه خفيفه لا فيها حمل اثقال ولا فيها اجهاد. أما في حال وجود مضاعفات حملية أبداً ما بنسمح حتى بالرياضة الخفيفة. طيب في حال حدوث نزيف بالولادة الأولى أو إجهاض مثلاً، ممكن يأثر هذا الشيء على الولادة الثانية على الطفل الثاني أم لا ما دخل؟
هلا في هيك حالات ام ما بيأثر؟ هلا حسب سبب الاجهاض بصراحه. هلا سبب الاجهاض بيأثر على نوع الحمل الثاني، عرفتي كيف؟ فنحن حسب سبب الاجهاض بنتدارك الحمل الثاني انه ما يكون في نزوف ان شاء الله او اي مشكله ثانيه. تمام. في سيدات كتير بيكون عندهم حالات اجهاضات متكررة ورا بعض 3-4 مرات، هدول شو بتكون الأسباب اليوم لقلهم؟ هل هي ممكن تكون في عامل وراثي أو في ضعف ببنية الجسم من الأساس أو في مشكلة أساسية بالرحم عند المرأة؟ هلا بصراحة 60% من اجهاضات الثلث الأول للحمل سببها تشوهات صبغية عند الجنين، شلون؟ عوامل وراثية عند الجنين وتشوهات صبغية. في نسبة من تشوهات الجهاز التناسلي عند المرأة كمان بتساوي إسقاطات بالثلث الأول من الحمل. وفي أسباب دموية مناعية، ضعف بالجسم عندها للمرأة الحامل، لا تشوهات بالرحم بالمبايض بالقناة بالبوق أكثر شيء هي، مثل حاجز بين الحاجز الرحمي الرحم ذو القرنين، هي بتساوي إسقاطات متكررة عند المرأة بدون ما تعرف شو السبب. طبعا إلا له علاج نهائي هذا الحياة؟ علاجه هي المشاكل في علاج جراحي بصراحة، تشوهات الطرق التناسلية ورخاصة الرحمية علاجها جراحي، يعني يعني بنعمل اللي علينا ترجع بتحمل، بيكون الموضوع طبيعي بعد هي الجراحة وهي الإجراءات اللي عم تحكي ترجع عنها. بتحمل موضوع الطبيعي بيعتمد على نسبة التشوه الموجود عندها بالرحم حسب. طيب دكتورة، شو بالنسبة لأبر تثبيت الحمل بالشهور الأولى، في شي سلبيات أو مضاعفات لها اليوم؟ هلأ شوفي، هلأ إبرة التثبيت نحن بنعطيها شكل وقائي للمرأة. في نسبة من الحوامل عندهم نقص هرمون بروجستيرون، مو كلهم طبعا، نسبة قليلة بيكون عندهم نقص، نحن بنعطيها كشكل وقائي، بس هو الأساسي بعلاج النزوف الراحة والسوائل الدافية والراحة وتجنب التوتر، تجنب الإجهاد، تجنب العمل الشاق، هي أساس المعالجة بصراحة. فالإبر بتجي بشكل مرحلة لاحقة يعني. بدنا نصائح هيك أخيرة منك دكتورة لكل السيدات اللي عم يسمعونا اليوم واللي عندهم هي الحالات وعندهم النزوف المتكررة خلال فترة الحمل بالأشهر الأولى. نصيحتي للستات اللي عندها هاي القصة أو اللي بتصير معها أول مرة، مجرد تشوف أي شيء مو صح أو أي بقع دم أو أي مشكلة فورا بتراجع الأخصائي، بتعمل السونار، بتعمل التحاليل المطلوبة منها، بتسمع نصائح الطبيب حسب حالته، يعني كل مريضة لها حالة خاصة تماماً. بصراحة بنعطيها النصائح حسب وضعها هي. تمام، بتلتزم بالنصائح مع المتابعة مع الطبيب الفترات اللي بيحدد لي إياها، إلا تلتزم بالعادات الصحية، أطعمة صحية، بعد عن تدخين، بعد عن المشروبات الغازية، تخفف من منبهات الكافيين، بعد عن ستريس. دكتورة السؤال هيك صغير، الزنجبيل والقرفة بيقولوا انه كتير بيضروا بالأشهر الأولى، هل معلومة صحيحة؟ صحيح، الزنجبيل والقرفة نحن بصراحة منقلهم يبعدوا عنهم، ما يتعاطوهم بشكل كتير بالأشهر الأولى أو يبعدوا عنهم أفضل، لأنه هي مشروبات حامية بصراحة. أكيد. بالختام معلومات طبية كتير مهمة ونصائح، بدنا نشكرك كتير الدكتورة ريم زيتون اختصاصية جراحة نسائية وتوليد. أهلا وسهلا دكتورة. شكرا لك دكتورة ولكل المعلومات اللي قدمتيها، أكيد بنتمنى السلامة للجميع.